احنا لم نبرح مكاننا من يوم 7 اكتوبر حتى الان. كيان الصهيوني جيش الاحتلال الارهابي لا يأبى، لا اطفال ولا نساء لا بنات لا شيوخ ولا اي حاجه، يقصف ابرياء ليل نهار. مشكله زي ما قلت لك مجلس الامن، طبعا الجزائر دعت مجلس الامن الى جلسه طارئه، الامم المتحده، الاتحاد الاوروبي، خلت كل دول على جنب. انا بقول لماذا يكون الساكن الوحيد والساكت الوحيد والاخرس الوحيد هم اهل القتيل، هم العرب، هم المسلمين. حتى الان انا لا اعول على اي احد مطلقا، انا بعول على الدول الحدوديه، مصر والاردن، سوريا. الاخبار ايه؟ اخبار ايه يا جماعه؟ دي مذابح مستمره، اباده جماعيه مستمره لابرياء. قدام حضرتك بقى تقول لي قاده حماس واصل يعني الروايه الصهيونيه اللي اتكلمنا عليها في المقدمه، اللي دايما يقول لك اصل قاده حماس يحتمون مش عارف بين المدنيين. شيء مدهش وشيء مؤسف في نفس الوقت ان انت تلاقي هذا الصمت العربي المريب واحنا في الشهر ال11 من العدوان الصهيوني. احنا في الشهر ال11 من العدوان الصهيوني وما زال العالم بصراحه يعني صامت صموت المقابر. انا مش عارف لحد دلوقتي ايه اللي ممكن، ايه اللي ممكن يكون تكون منتظراه محكمه العدل الدوليه بعد هذه الامور الاحترازيه اللي خرجت وقالت ان هناك متابعات من دول وان في تقارير بتتكتب. ايوه، وماذا بعد؟ يعني انا عارف ان محكمه العدل الدوليه قامت بالله عليها، وعارف ان جنوب افريقيا قدمت، بس لحد النهارده هنفضل في توصيف ومتابعات ونسيب المشهد كده؟ احمد يعني أنا ده السؤال اللي بيساله المواطن العادي على فكره. لا الوم على مجتمع دولي، انا ما زلت بلوم على مجتمع عربي، وده اللي احنا ما احنا قلنا كده امبارح واكدنا على لا ده، لا وباكد عليه النهارده برضه. انا اللي هقول محكمه عدل ولا مجلس امن ولا اتحاد اوروبي، انا بقول لحضرتك الان اين اهل القتيل؟ اين ابناء هذا القتيل؟ اين اهله اللي بيقتل اخواتنا وبناتنا واطفالنا واحنا 400 مليون عربي في هذه المنطقه؟ فين هم؟ ده السؤال المنطقي. انما هقول اين المجتمع الدولي وكمان واحنا موجودين في مجتمع عربي يخرس حكامه ورؤساء وزعماءه أن اتخذ مواقف إيجابية حقيقية ضد هذا العدوان؟ أنا اتهمتهم هم في الأول، والنهاردة برضو بحمل المجتمع الدولي ما يحدث في غزة وفي فلسطين. احنا كان عندنا مذكرة توقيف المفروض كانت تخرج من محكمة الجنائية الدولية، وهذه المذكرة كان فيها توقيف لنتنياهو وعدد من قيادات الحرب في إسرائيل، وزير الدفاع فقط. طب ماشي، القصة دي لم تنفذ حتى هذه اللحظة، وتهددت أمريكا في تنفيذ هذا الموضوع، وأمريكا قامت بتهديد المحكمة الجنائية الدولية أن القرار ده ما يمشيش وما يتنفذش، وبدأوا يهددوا أعضاء الهيئة اللي هم أخرجوا هذا القرار، وقالوا لهم أن هم هيعملوا معاهم أمور يعني. يعني أنت معايا أن المجتمع الدولي في متآمر في يد الأمريكان؟ طبعا، والأمريكان هم الآن ليسوا شركاء، بل هم من يقاتلون بأسلحتهم ومخابراتهم وأيضا ما يقدمون للكيان الصهيوني. ما بيشوفش. طيب أنا هعاول عليه أحمد ليه؟ لا لا لا، أنا مش بعاول عليه. احنا اتفقنا أن احنا سياسيا لما بنيجي نوصف المشهد ونحط النقط على الحروف بنقول إيه؟ التوثيقات، محكمة العدل الدولية، الجنائية الدولية، وعشان كده الناس كانت كلها مرتقبة، عشان كده الجزائر بتقول لمجلس الأمن احنا بنطلب جلسة طارئة. ما احنا بنعمل كده ليه؟ حاجات شكلية يعني؟ أنا يا حبيبي مش ضد ده. أنا بقول لك لا تعول كثيرا أن هذا هو من يحل الملف ده. يعني هو ملف غزة لن يحله إلا دول عربية، 22 دولة عربية موجودة. طبعا. إلا 54 دولة إسلامية موجودة. ماشي. اتخاذ مواقف جادة بمقاطعة دبلوماسية، مقاطعة تجارية. لازم سفراء. يحصل سحب سفراء المطبعين ياخدوا مواقف. إنما أقول لك ده مش هيحصل الآن. وإحنا شايفين التطبيع الذي يتم الآن بين العواصم العربية وبين إسرائيل. حلو جدا. يبقى إحنا متفقين. إحنا متفقين إن الأول المتخاذل الأول هي المنطقة العربية والدول العربية. وفي القلب منهم جيران غزة وفلسطين، دول كبيرة جدا، واتكلمنا وقلنا ده وأكدناه، وبنقول أيضا أننا لا
نترك العالم الغربي والعالم الدولي بهيئاته وبمؤسساته بمنأى عن هذه الجرائم التي ترتكب. لما نيجي النهارده يا جماعه احنا خلاص دخلنا في اليوم ال 311 ومجازر متتاليه ترتكب بحق اطفالنا في غزه. الجديد في المجازر والابديت بتاع نتنياهو وعصابته ان هم بداوا يشتغلوا كمان على الاماكن الامنه، المدارس، المساجد، المصليات، الحاجات اللي المفروض الناس قاعده تنزح اليها والمفروض ان هم موجودين في مكان امن. وصفوا المجرم نتنياهو نفسه على انه امن. لا خلاص اصبح لا مكان امن في غزه. حماس طبعا بتحمل الاداره الامريكيه المسؤوليه المباشره عن المجازر المروعه بغزه، وده توصيف رائع جدا للحدث وتوصيف مهم جدا. حماس بتقول ان مجازر الاحتلال التي تهدف الى الانتقام والترويع ضمن محاولات اخضاع شعبنا ودفع الهجره عن ارضه والتخلي عن خيار المقاومه والتمسك بالحقوق لن تزيد شعبنا ومقاومته الا ثباتا وصمودا. حماس دعت بقى جامعه الدول العربيه ودعت معها منظمه التعاون الاسلامي ان هم يبداوا يعملوا اجتماع طارئ وعاجل ليتخذوا قرارات فاعله تقود الى وقف العدوان. انا بس والله استوقفني كلام السيد موسى ابو مرزوق عندما تحدث عن دور مصر في هذه القصه وقال ان هو ايه ما ينفعش ولا يليق ان مصر تكون وسيطه. هو مش رافض وساطه مصر ولكنه رافض هذا الوضع لمصر. مصر مش وسيطه، مصر صاحبه قضيه. المفروض ان مصر ما تبقاش وسيطه. مصر لابد ان تدافع بكل ما اوتيت من قوه عن ارضها وعرضها، مش هقول لك عن ارض فلسطين وعرضها. ليه بقى؟ لان مصر يا جماعه عندما انتهكت سياده الارض والعرض باحتلال محور فيلادلفيا فده مخالف لمعاهده كامب ديفيد واتفاقيه كامب ديفيد. يبقى مصر المفروض بدل ما تكون وسيطه، والله يا جماعه عايز اقول كلمه بس عيب وبحاول امسك لساني ان انا ما اقولهاش، بحاول امسك لساني ان انا ما اقولهاش، لما في حد كده يتم يعني اغتصاب ارضه وعرضه وبعدين يقعد يفوض على ده ما بيبقاش راجل، ما بيبقاش راجل، بيبقى حاجه ثانيه، عيب، بيبقى حاجه عيب كده، حاجه منبوذه. احنا ما ينفعش كمصر نبقى في هذه الوضعيه، في هذه الوضعيه المنبوذه.